في نهاية هذه الحلقة يعني باسمي وباسم الأخوياي في مجلس الأكارم نقول شكرا يا أبو مسفر على حضورك معنا، والحمد لله على سلامتك، والحقيقة أنك تستاهل الزيارة إلى بيتك وتستاهل أن نجيك لبيتك، ولكن حضورك عندنا زاد الطيب على طيب، فالله يبيض وجهك. وهنا هدية مقدمة مني أنا وإخواني، وانت تستاهلها بشت حساوي، وانت تستاهل ويزاك يا ابو مسفر وتقبلها كبيره منه. السلام تفضل. تستاهل والله، الله يكرمكم بالجنه ويبيض وجيهكم. انا والله اني محظوظ بشوفتكم الليل. الله يجزاك الخير، الله يزيد فضلك. تستاهل يا ابو، والحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك. ابو مسفر نعرفه على المجال، ضابط دوله ادى وخدم وطنه بشرف، ثم تقاعد، ثم في ساحه الشعر من الاعلام اللي شرف بالبنان، ثم دكتور وأكاديمي ورجل علم، والحمد لله على سلامتك. وأسأل الله أن يملأ جسدك عافية، وأن يجعل مصابك ربعة في الدنيا والآخرة. وبشر كل المؤمنين يبتلون، كل منا مبتلى، ذي اللي ابتلى بحادث، واللي ابتلى بهم، واللي ابتلى بدين، واللي ابتلى بغم، ما في حد سالف في الدنيا هذه، لكن أبشر بالخير. شكرا يا أبو مسلم، شكرا، وعذرنا طال عمرك. شكرا شكرا شكرا، نلتقيكم إن شاء الله غدا، الله يحفظكم، مع السلامة. اسمنا كريم هلا الطيب.